عدت الآن استعملت أنا بسم الله الرحمن الرحيم، حاولت الآن نستعمل أبليكاسيون واحدة أخرى ربما تكون أفضل، نشوفوا هل البث يعني لا يتقطع ولا لا. نحاول نشوف البث هل هو راه يتقطع ولا لا، سمحوا لي يا جماعة بس كل غالب نحاول نجرب الحاجة اللي تساعد الطالب باش يكون البث ما يتقطعش وكذا. إن شاء الله يكون هذه الابليكاسيون تكون أفضل من الأولى. نعم هذا راه أفضل يا جماعة، نظن هذا هو اللي راه أفضل من البث الأول. نعم أظن هذا البث راه قدامي، بس خليني نشوف ليه. إذا حبيت اليوم نتحدث عن مبرهنات القيم المتوسطة، لأن الكثير يراسلون عليها بالرغم من أننا عليها الدروس تاعها، ولكن معلش الطلبة يحاولوا دائما يشوفوا حالة تاع بث باش يزيدوا يعني يعرفوا حوايج بزاف. اذا قلنا تطبيق حول مبرهنه القيم المتوسطه، هذا راه خاص بالسنه الثالثه من شعبه العلوم التجريبيه التقنيه الرياضي، وحتى شعبه التسيير، بالرغم من شعبه التسيير بداو بالمتتاليات، لكن راه يجي نهار اللي يقراو هذا الشيء. اذا حاولت يعني من خلال هذا التمرين نتعلموا الافكار تور مبرهنه القيم المتوسطه، لان مبرهنه القيم المتوسطه الشعب الاربعه علوم تجريبيه تقنيه رياضي وتسيير كل عام لها نصيب في السجل، فتكونوا على دراية، كل عام لها نصيب. لهذا الطالب لازم على الأقل يعرفها، ما يشوى عليه لأن الأفكار توحى، يعني تحفظ، تحفظ فقط، يعني تحفظ المراحل توحى وتعلم تخدم بها وانتهت القضية، يعني باش تشوفوها. إذا حتى جماعة اللي يقول ما قريتهاش يقدر يتبع معنا، لأن يجي نهار اللي تقراها. إذا عندنا التطبيق اللي حبينا نتحدثوا نديروه هو نعتبر دالة F المعرفة على R يعني ناقص من هنا إلى زائد من هنا بالعبارة F لـ X تساوي ناقص X مكعب ناقص 2X زائد 5. قال أدرس اتجاه تغير الدالة F أكيد على مجموعة تعريف R ثم شكل جدول تغيراتها. السؤال الآخر برهن أن المعادلة F لـ X تساوي صفر تقبل حلا وحيدا ألفا على R، ثم تحقق أن ألفا محصور بين الواحد واثنان، ثم عين حصرا للعدد ألفا سعته 10 قوى ناقص 1، ثم السؤال عين إشارة العبارة f دي x. هذا هو تقريب الأسئلة الأكثر شيوعا على هذا ما نسميه مبرهنة القيم المتوسطة. زدت هذا السؤال مثلا عين حصرا للعدد ألفا سعته 10 قوى ناقص 1، هذا كذلك سؤال هو لم يرد في البكالوريا لكن هو تابع لهذا المبرهنة القيم المتوسطة. إذا نحاول نطبقوا يا جماعة. إذن كما تعلمون أن مبرهنة القيم المتوسطة سميت مبرهنة القيم المتوسطة لأن ما تمتش قيمة مضبوطة 100%، تمت قيم تقريبية. مثلا لو نجو إلى منحنى مثلا هكذا ويترسم لنا مثلا هكذا، عندنا التقاطع مثلا مع محور فواصل، لأن لما يقول برهن أن المعادلة f لx تساوي صفر هذا يقصد التقاطع مع محور فواصل. منحنى الدالة هذه الدالة f وين يتقاطع مع محور الفواصل؟ قطع لنا في قيمة اسمها ألفا، هذه ألفا تكون قيمة تقريبية، لهذا سميت مبرهنة القيم المتوسطة، يعني متوسطة ماهيش هي مضبوطة 100%. هذا المكان وين يفوت؟ يعني وين يفوت المنحنى؟ يفوت مثلا من هنا، إذا كان هذا هو محور إكس وهذا تاع إيكغيك. هذه لما يقول برهن أن المعادلة إف لإكس تساوي صفر، قادر يجي كيما جاو واحد السنين يقول لك برهن ان المعادله f لي x تساوي 5 تقبل حلا واحدا الفا ينتمي لR. كذلك هنا واش كل واحد عنده الفكره تاعو، والاشهر يعني المشهور هو نتاع تساوي الصفر، والتفسير البياني
نتاع برهن ان المعادله اف اكس تساوي الصفر تقبل حلا واحدا، تفسير جوانين هو تقاطع منحنى الداله مع محور الفواصل لما يقول تساوي صفر. اما لما يقول برهن ان المعادله اف اكس تساوي لنا 5 تقبل حلا واحدا، هنا التفسير البياني لهذا الكلام هو تقاطع منحنى الداله هذه مثلا اف مع المستقيم ذو المعادله اي يساوي لنا 5. هنا التقاطع مع المستقيم ذو معادلة إيغريك يساوي كم؟ يساوي لنا صفر. وإيغريك يساوي صفر هي المعادلة تاع من؟ نتاع محور الفواصل. حامل محور الفواصل المعادلة تاعو هي إيغريك يساوي صفر. هذه هي الأهم نقطة اللي حبيت نتحدث عليها اللي هي مبرهن قيم متوسط. الآن حين ننطلق في الحل مباشرة تاع هذا المثال كامل. تابعوا يا جماعة، قال أولا أدرس اتجاه تغير الدالة F. إذا نقصد دراسة اتجاه تغير الدالة F أكيد على مجال التعريف على R. هنا راه قصد لما يقول أدرس اتجاه التغير راه قصد المشتقة والإشارة تاعها والكلمات اللغوية الدالة متزايدة والدالة متناقصة. إذا نقول الدالة F قابلة للاشتقاق على R و دالة المشتقة أصبح أن F فتحة لX تساوي، راح نشتق هذه الدالة، إذا هذا ينزل أصبح أن ناقص 3X وتنقص درجة، بعدما كانت قوة كم؟ 3 تنقص لقوة 2 ناقص 2X، أي عدد لما يكون مضروب في المجهول X لما نشتقه يبقى إلا العدد يعني ناقص 2. أما العدد 5، العدد 5 اسمعوا ليه، بما أنه ثابت لما نشتقوه سوف يذهب مباشرة، هذا أمور يعني باينة. الآن لو نلاحظ جيدا ونستخرج، لاحظوا جيدا يعني نعرف هل يمكن أن أعرف إشارة هذه العبارة. أولا هذه العبارة ركزوا معي هي من الدرجة الثانية، لمعرفة إشارة هذه العبارة هنا يمكن أن نستعمل مميز، الأهم هو استعمال المميز ونعرف واش كاين واش صار. إذا لو نستعمل المميز دالتا يساوي ب مربع ناقص 4A في سي، الأ هنا هو العدد المضروب في الإكس مربع اللي هو ناقص 3، البي هنا الكثير البي يقول هو ناقص 2، لا البي هو العدد المضروب في الإكس، شوفوا الأ هو العدد المضروب في الإكس مربع، البي هو العدد المضروب في الاكس، السي هو العدد الاعزب اللي ما عندوش اكس، سما هنا السي هو اللي راه ناقص 2، اما البي في هذه الحاله غير موجود يعني قيمته صفر، يعني بي يساوي صفر، والسي هو العدد الذي لا يوجد له اكس كم يساوي؟ يساوي ناقص 2. سوف نقوم الان بحساب المميز دالتا يساوي، قلنا بي مربع، بي مربع صفر مربع ناقص 4 في A في C وما ننساش الأقواس، أصبح لنا دالتا يساوي لنا 12 24 ناقص في ناقص زائد في ناقص ناقص 24 قيمة سالبة، بما أن القيمة سالبة معناها هذه العبارة لا يوجد لها جذور يعني لا تنعدم، هذه واحدة. ونقول وإشارة ناقص 3X ناقص 2 من إشارة ناقص 3، دائما قريته في السنة الثانية والسنة الأولى، العبارات من الدرجة الثانية لما نقوم بحساب مميزها ونجده سالب، الإشارة هذه العبارة من إشارة هذا العدد، هذه القيمة يعني هذه معناها العبارة ما عندهاش جذور ولكن عندها إشارة، أي عبارة في الرياضيات عندها إشارة مهما كان. إذا ناقص، إذا الإشارة من إشارة هذا العدد اللي هو ناقص 3، معناه إشارة من، إذا إشارة هذه العبارة من إشارة ناقص 3، أي ناقص 3x مربع ناقص 2 قيمة سالبة، ومنه أصبحنا F فتحة لx سالبة، يعني هذه القيمة سالبة وصحيح على x مربع موجب، أضربه في ناقص 3 يصبح سالب، معناه هذه القيمة كلها سالبة، السالب نضيف له ناقص 2 يبقى سالب، معناه هذه العبارة مستحيل تنعدم، هي قيمة سالبة تماما، معناه المشتقة خرجت لنا كيفاش؟
سالبة تماما. اسمعوا مليح، المشتقة خرجت سالبة تماما، معناه نقول و منه الدالة اف متناقصة تماما على ماذا؟ على مجموعة التعريف ار. اذا اسمعوا مليح يا جماعة، بما ان حسبنا المشتقة تاع هذه الدالة وصبناها باللي هذا المشتقة انها لا تنعدم بل انها سالبة، بما انها سالبة فان اشارة المشتقة قلنا من اشارة هذا، فان الدالة كيف هي؟ متناقصة. هذه هي كلمة ادرس اتجاه تغير الدالة. لما يقول ادرس اتجاه تغير الدالة ليس هنا نتوقف، ما نتوقفش هنا، لازم نضيف هذه الكلمة، كلمات لغوية الدالة متزايدة او الدالة متناقصة على مجال معين. اذا هذا المشتقة خرجت سالبة، اذا الدالة متناقصة مباشرة. بعدها واش قال؟ قال ثم شكل جدول التغيرات. سوف نقوم بتشكيل جدول التغيرات هذه الدالة. إذا انتهى المشتقة، عرفناها أنها قيمة سالبة مما يوحي إلى أن الدالة متناقصة تماما. بعدها نأتي إلى جدول التغيرات. جدول تغيرات الدالة F على R، لاحظوا X F فتحة لـ X و F لـ X. معرفة الدالة من ناقص ما لا نهاية إلى زائد ما لا نهاية. المشتقة تحدثنا عليها وجدناها أنها سالبة، معناه هذا يعني هنا يمكن نحسب النهايات ولا ما نحسبوش النهايات لا يهم، حتى ولو هنا حبينا نقصد النهايات ما يهمش، نحسبوهم ما نحسبوهمش، بما أن قال أدرس اتجاه التغير يكفينا أن المشتقة والإشارة تاعهم انتهت القضية. لاحظوا الآن السؤال، إذا بعدها نأتي الآن إلى السؤال الأهم اللي رانا دايرين عليه الفيديو، هو برهن أن المعادلة F لX تساوي صفر تقبل حلا واحدا الفا على ار. هنايا بما ان قالنا هذا الكلام راح يرغمنا، اسمعوا مليح يا جماعه، باش نحسبوا النهايه تاع هذه الداله، راح متوديكم تبعوا. اذا هنا يرغمنا باش نحسبوا النهايه هنا والنهايه هنا. هو في البكالوريا يقول لك احسب النهايات مباشره، يعطيك سؤال يقول لك احسب النهايات، معناه كون حاسبهم مقبل. اذا لو نجيو نحسبوا هنا النهايات، قولوا ليميت اف لإكس لما إكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية لأن الدالة معرفة على R، أصبح هنا تساوي لنا ليميت إكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية. بما أن هذه الدالة كثيرة الحدود يا جماعة، عند الزايد ما لا نهاية والناقص ما لا نهاية نختار أكبر حد اللي هو ناقص إكس هو 3. لاحظوا معايا هنا، لو نجيب هذا الناقص ما لا نهاية للتقريب المعلومة، هذه نضعهم أصبح لكم هكذا، ناقص في ناقص في ناقص هي ناقص، والناقص اللي راه يسبق اصبح لنا كم؟ اصبح لنا زائد ما لا نهايه. اذا هنا زائد ما لا نهايه. نجو كذلك الان عند الزائد ما لا نهايه، اكبر هنا كذلك ناخذ اكبر حد في الاس ونعوض، اصبح لنا هكذا زائد في زائد في زائد زائد، والناقص اصبح لنا ناقص ما لا نهايه. هاي النهايه بالفعل من ناقص من زائد ما لا نهايه ننزل ناقص ما لا نهايه. لو كان صبنا هنا زائد ناقص ما لا نهايه رانا غالطين، مستحيل ناقص ما لا نهايه نزيدو نهبطو الى الاسفل بل نصعد هنا نحو الاعلى. بعد ما انهينا الان مع هذا السؤال اللي هو الدراسه وجدول التغيرات وقد امتلئ، قلت ناتي الى برهن ان المعادله اف اكس تساوي صفر تقبل حلا وحيدا الفا على تار، وزيد هنا كلمة واحدا. لما يذكر واحدا هنا نتذكر حاجة، الرتابة يعني الدالة مزايدة ولا متناقصة. مرات يقول برهن أن المعادلة تقبل على الأقل حلا في R، ومرات يقول برهن أن المعادلة تقبل حلا واحدا، واحدا أحادية يعني واحد. مرات يقول على الأقل، على الأقل يقدر يكون واحد، يقدر يكون اثنين، يقدر يكون ثلاثة، يقدر يكون عشرة، يقدر يكون ما لا نهاية. هنا بما أن قال تقبل حلا واحدا، هنا نحتاج جماعة الاستمرارية والرتابة. نقول هكذا، اسمعوا مليح،
البرهان أن المعادلة f x تساوي صفر تقبل حلا وحيدا ألفا حيث ألفا على هذا. اسمعوا يا جماعة، بما أن قال كلمة وحيدا واش نقول؟ نقول بما أن الدال f الدال f مستمرة، أولا استمرارية، و متناقصة، انظر هاي متناقصة، ومتناقصة تماما على R، على R هاي كامل متناقصة، و الأمر الآخر اسمعوا مليح، قلت لما يقول حلا واحدا في الشيء اللي مدولك لازم تكون الدالة مستمرة، هذا أول شرط، ومتزايدة تماما أو متناقصة تماما على المجال اللي راه طالبو فينا. هنا قالنا على R وبالفعل هي راهي متناقصة تماما من ناقص من حتى زايد حتى زايد من هنا. السمعوا الحمد لله ديكم مجموعة بعد التعلم وصح ولادي، ما تبقاوش تعلقوا التعليق اللي ما عندهاش معنى باسكو ما كتستفاد حتى بحاجة. إذا قلت بما أن الدالة F مستمرة ومتناقصة تماما على R و ليميت ليميت، بما أن قال هنا على R راح نستعمل النهاية، وليميت f x لما x يؤول الى ناقص ما لا نهايه، لاحظوا كم وجدناها، وجدناها زائد ما لا نهايه، و ليميت كذلك f x لما x يؤول الى زائد ما لا نهايه، لاحظوا كم صبناها، صبناها ناقص ما لا نهايه، وحده صبناها زائد ما لا نهايه، الاخرى ناقص ما لا نهايه، فان فإن لاحظوا معايا يا جماعة لازم هذا العدد يكون ينتمي لهذه القيم اللي صبناها، ينتمي بيناتها، قول فإن صفر ينتمي ما بين ناقص ما لا نهاية وزائد ما لا نهاية، وراح متوديكم تبعوا لهذه النقطة الأساسية. شوفوا مصي ولادي، لما يقول برهن أن المعادلة تقبل المعادلة f x تساوي صفر، لأن اللي شايع بزاف هي تساوي صفر، لما يقول تساوي صفر لازم لما نحسبه صور تاع هذا المجال، صور هذا المجال اللي هو هام الصور تاعو هاي زي ما ناقص من الصفر يكون جاي هنا لداخل، لازم صفر يكون بين هذا القيم اللي صبناها، تبعوا الله يفتح عليكم. اذا نحن بين الزايد ما لا ناقص ما كاين عدد يسموه صفر. لو قال اسمعوا مليح، لو قال برهن ان المعادله اف لاكس تساوي 5 تقبل حلا واحدا على ار، نقول له بما ان الداله اف مستمره ومتناقصه تماما على ار، وبما ان ليميت اف لاكس لما اكس يؤول الى زائد ناقص ما تساوي زائد ما النهايه ولما يؤول الى زائد ما تساوي ناقص ما النهايه، فان 5 ينتمي من ناقص ما زائد ما النهايه، ها ينتمي من ناقص ما النهايه زائد ما النهايه. نقول الان حسب مبرهنة القيم المتوسطة فإن المعادلة f x تساوي صفر، لو أعطاها لنا تساوي لنا 5 نكتبوها تساوي 5، المعادلة f x تساوي صفر تقبل حلا وحيدا ألفا، هذا الألفا ماناش عارفين شنو هو، المهم تقبل حل وحيد ألفا. إذا قلت لما يعطينا كيما هكذا تساوي لنا صفر لازم الشيء اللي نسيبوه نسيبو وحدة موجبة وحدة سالبة، ولا وحدة سالبة وحدة موجبة، بين السالب والموجب دائما كاين حاجة اسمها الصفر، أي عدد سالب وأي عدد موجب بيناتهم كاين صفر. إذا نقول النهاية تاع الأولى زي ما نقول النهاية تاع الثانية ناقص ما الصفر جاي هنا في الوسط، حسب مبرهنة القيم المتوسطة فإن المعادلة f لx تساوي الصفر تقبل حلا واحدا اسمه ألفا حسب مبرهنة القيم المتوسطة، وانتهت القضية. اما اذا قال لنا قلت f لx تساوي لنا 5، نقول له كذلك 5 تنتمي من ناقص ما لا نهايه زائد ما لا نهايه حسب مبرهنة القيم المتوسطه، فان المعادله f لx تساوي لنا 5 تقبل حلا واحدا، وانتهت القضيه. الف باش تتعلم. الان خلاص صبناه بلي كاين حل واحد، الان لو قال لي بلي تحقق لي بلي هذاك العدد، هذا العدد الفا هو راه هنا الفا، لاحظ الفا ها هنا جي او بين ناقص 8 وزائد 8، الان حاب يقول لي
زيد اثبت لي باللي الالفا هذا راه جاي بين واحد واثنين، يعني زاد صغر في المجال، المجال كان ما لا نهايه، من ناقص ما من, ز... من ناقص ما لا نهايه زيد ما لا نهايه. انا حاب يزيد يقلص المجال، قال لي جاي بين الواحد واثنين، بين الواحد واثنين. هنا بين الواحد واثنين شو نوصي ولادي مليح؟ بين الواحد واثنين لازم نروح ونحسبوا صوره واحد بالداله اف، ونحسبوا صوره اثنين بالداله اف. يعني هنا نحسبوا اف لواحد، وهنا نحسبوا اف لاثنين، بحيث اسمعوا ليه، بحيث نصيب واحد موجب والاخر سالب، لان الصفر يجي في الوسط، لان الصفر راه في الوسط. نروح نحسبوا صوره الواحد وصوره اثنين بالداله اف، نعوضوا، لازم نصيب واحد موجب وواحد سالب، او واحد سالب والاخر موجب، لان الامر متعلق بعدد اسمه صفر. اما اذا قلنا براهين ان المعادله اف تساوي مثلا اثنان تقبل حلا واحدا الفا محصور بين الواحد واثنين، اسمعوا مليح، قلت تساوي هنا اثنين، نروح لازم نحسبوا اف لواحد واف لاثنين، العدد اثنان اللي قلنا عليه هنا اللي عطاه لنا هنا لازم نصيبوه ينتمي بين الصور هذو. إذا قال لي هنا مثلا اف لاكس تساوي لنا 5، ويقول لي براهين لي بلي الالفا محسوب بين الواحد واثنين، نروح نحسبوا اف لواحد واف لاثنين، لازم العدد 5 يكون محصور هنا، مثلا هنا نصيبوا 7 وهنا نصيبوا 4، هنا نصيبوا قلت 7 وهنا نصيبوا 4، فإن الخمسة جاي في الوسطى. باه تتعلموا هذه الأفكار على مباراة قيمة متوسطة في الحالة العامة إلى الأبد. الآن نروحوا قلت نحسبوا نحسبوا الصور اف لواحد يساوي، ها هي وين الدالة؟ لأنه هو طلب الواحد واثنين، ناقص في واحد هو 3، ناقص اثنان في واحد زائد 5، واحد في واحد في واحد واحد تصبحنا ناقص واحد، ناقص اثنان زائد 5، هذه تعطينا ناقص 3 زائد 5 تساوينا 2. إذا تفكروا باللي هذا راه عطانا 2. نروحوا نحسبوا الآن صورة العدد اثنان بالدالة اف، اف لاثنان يساوي ناقص في اثنان مكعب ناقص اثنان في اثنان زائد 5، اثنان في اثنان في اثنان ثلاث مرات تعطينا 8، اصبحنا ناقص 8 ناقص 4 زائد 5 تساوي لنا ناقص 12، ناقص 12 زائد 5 اصبحنا ناقص 7. لاحظوا هنا معايا، هل الصفر جاي في وسطهم؟ نعم. هل الصفر جاي في وسطهم؟ نعم. هذا 2 وهذه ناقص 7، فإن الصفر جاي في وسطهم. نقول له هكذا، يعني قال لي تحقق، نقول له بما أن صفر ينتمي ما بين ناقص 7 والاثنان، ولا كان درنا كيما هكا بناقص 7 واثنان، لان لازم الصغير قبل الكبير، فان الفا محصور بين الواحد والاثنان، انتهت القضيه. اما اذا جانا السؤال براهين ان المعادله اف لاكس تساوي لنا صفر تقبل حلا واحدا الفا ينتمي محصور بين الواحد والاثنان، هنا ما نستعملوش زائد ما لا ناقص ما لا نهايه، نقول له هكذا نجمع، تخيل هو اللي يجينا بزاف الباك ويعطيك في المجال ديريكت، يقول لك مثلا الفا محصور بين واحد واثنين، نقول له بما ان الداله اف مستمره ومتناقصه على المجال من واحد الى اثنان، ها هنا مستمره ومتناقصه على المجال من واحد الى اثنان، وانه صوره انه الصفر ينتمي ما بين الناقص 7 والناقص 2 بعدما نحسب صوره الواحد واثنين بالداله اف، فحسب مبرهنه القيم المتوسطه فان المعادله اف لاكس تقبل تساوي الصفر تقبل حلا واحدا الفا. هذه مرات الى مكان ما نديكمش على ار، نديكم غير على قيمه صغيره. قول له الداله مستمره ومتناقصه او متزايده كما هنا متناقصه، ونحسبوا الصور تاع الواحد واثنين بالداله اف، صرنا اثنين والناقص 7، ولكن كي نكتبوا في المجال نعكسوه، يعني صغير ثم كبير، بين ناقص 7 واثنين حسب مبرهنه القيمه المتوسطه فان المعادله تقبل حلا واحدا، انتهت القضيه. الان
بعد ما انهينا من هذا السؤال جاء السؤال الاخر، جانا السؤال الاخر يا جماعه اللي هو عين حصرا للعدد الفا سعاته كم؟ هو 10 قوى ناقص 1. 10 قوى ناقص 1. هنا يا جماعه اولا ورحمة توديكم ركزوا لهذا السؤال، ومرات يجي سعاته 10 قوى ناقص 2، ومره يجي يقول لك الخطوه حيث الخطوه هي 10 قوى ناقص 1 او الخطوه هي 0.1. كل مره يجيب سياق، اما يجينا سعاته او يجي كلمه الخطوه، كاع راه قصد كيف كيف. تبروا الله يفتح عليكم. هنا يا جماعه ما علينا الا انجاز جدول. لما قال 10 قوى ناقص 1 معناه عدد وراء الفصيله ماشي 2. لو قال هنا 10 قوى ناقص 2 لازم نصيبوه الفا محصور بين قيمتين فيها زوج اعداد وراء الفصيله. دوك الاعداد يجوا مترادفين. تبعوا تشوف، نجوا هنا نديروا كيما هكا الجدول. هنا اكس وهنا اف لي اكس، ونحكم ونبدا نخدم. الاولى ندير هنا اكس و اف لي اكس. الاولى هو ينتمي اصلا، قالنا بلي ينتمي بين الواحد والاثنين، معناه هنا ندير واحد هكذا. تبعوا الله يفتح عليكم يا جماعه، نوصلوا واحد التلوين بين الواحد والاثنين. عندنا اذا عندنا واحد، ثم عندنا واحد فاصل واحد، وعندنا واحد فاصل اثنين، وعندنا واحد فاصل ثلاثة، وعندنا واحد فاصل أربعة، وعندنا واحد فاصل خمسة، وعندنا واحد فاصل ستة. ونقدر نزيدو واحد فاصل سبعة، واحد فاصل ثمانية، واحد فاصل تسعة، وهنا عندنا اثنين. تبع الله يفتح عليكم يا جماعه. هذا واش هو يقصد الخطوه تكون 10 قوى ناقص 1 او سعتها 10 قوى ناقص 1. حنا قلنا بلي الالفا، تاع نسمعوا لي بحث واحد يقول لي ما فهمتش. حنا قلنا بلي الالفا محصور بين 1 و 2. الان بين 1 و 2 واش راح نديروا؟ بين 1 و 2 باه تبدا 10 قوى ناقص 1 هاي لك 10 قوى ناقص 1 10 قوى ناقص 1 10 قوى ناقص 1، يعني 1 وراء الفاصله لكن بالترتيب. واحد لان حنايا الالفا محصور بين واحد واثنين، بين واحد واثنين نقول واحد، واحد فاصل واحد، واحد فاصل اثنان، واحد فاصل ثلاثة، واحد حتى واحد فاصل تسعة ثم اثنان. هذا رانا حاسبينه حنا من قبل، هذا رانا صبناه قبيلة، صبناه كم؟ لما حسبناه صبناه اثنين، وهذا أكيد صبناه ناقص سبعة. يبقى لنا الآن الداخل نحكم الآلة الحاسبة ونبدا نعوض. معناه نحسب هنايا نعوض بشعال بواحد فاصل واحد في الدالة ونحط النتيجة. شحال نصيبو؟ نصيبو واحد فاصل، إذا رايح شحال نصيب؟ نصيب واحد فاصل أربعة هكذا. ثم واش راح نصيب؟ ثم نصيب صفر فاصل ثمانية سبعة اثنان. ثم واش راح نصيب؟ نصيب 0.2 0 3، ثم نصيب ناقص 0.5 4 4، ثم نجد ناقص 1.3 7 5، ثم راح نصيب ناقص 1.3 اسمحوا لي تشوف دقيقة برك. إذا هنايا 203، ثم ناقص 0.544، ثم 1.375، ثم ناقص 2.296، ثم 1 ناقص 3.313. تبعوا الله يفتح عليكم جماعة، ما يقولش الواحد واش راه كثير. تبعوا، قلت بما أن قال السعة هي 10 قوى ناقص 1، أبديت 1 1.1 1.2 حتى لها. كيفاش ندير؟ بديت نعوض، عوضت الأولى باثنين في الدالة تاعي صرت 2، انتهت القضية. ثم عوضت بواحد فاصل واحد، شوفوا لقيت 1.469،
ثم عوضت ب 1.2 0.872، ثم عوضت ب 1.3 0.203، ثم عوضت ب 1.4 6 ناقص 0.544. كي لقيت، شوفوا معايا، كي لقيت حبس كي تشوفوا بموجب سالب نقدر هذه كاع الانيميا بلا ما نزيدو تحسبوا. وين نحبس؟ نحبس كي نخدم راني طايح في الموجب بالموجب بالموجب حتى نطيح في السالب، غير نطيح في السالب نحبس ما نزيدش نكمل، ولا ونكون نجي في السالب سالب سالب حتى نطيح في الموجب، غير نطيح في الموجب نحبس، كاين قادر هذو كاع ما نكملهمش، لان حنايا قلنا باللي لازم، بما اننا نتعاملوا مع الصفر لازم تجي صورة موجبة وصورة سالبة، أو صورة سالبة وصورة موجبة، ها هم ليك، ها هم الصور، إف دي إكس هما الصور، أو جاي هنا الألفا تاعنا، إذا ها هم نخير، وحدة موجبة وحدة سالبة، الصفر جاي في وسطهم، إذا ها الألفا تاعي وراه جاي، نقول و منه ألفا محصور ما بين 1.3 و 1.4، وها هي ليك سعاته 10 قوة ناقص 1 معناه جايين مع بعضها ورا بعضها، ها 1.3 1.4 حتى تعلموا مليح. الان مرات راكم تسيبوها في بعض الكتب سعته 10 قوى ناقص 2، سعته 10 قوى ناقص 2، 10 قوى ناقص 2 باش تفهموا ولادي مليح، اذا 10 قوى ناقص 1 نظن راكم فهمتوها، تعوض 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 راك تسيب القيم موجبين 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 حتى تسيب سالبه، غير تسيب سالبه حبس، عرف باللي واحد موجب واحد سالب الالفا تاعك جايه هنا ماشي جاي هنا، هنا صفر، الألفا جاي هنا. لو قال 10 قوة ناقص 2، اسمعوا مليح، تعاود تخدم جدول آخر، لما يقول 10 قوة ناقص 2، تخدم جدول آخر باش تعلموا الفكرة، فيها إكس و إف لإكس، وتجي لهنا وتبدأ، تقول 1.3 يعني 1.30. ثم 1.31 تجي تحصروا غير من لا من لا، شحال كاين من عدد؟ كاين 10، هكا راح تخدم 10 قوة ناقص 2، 10 قوة ناقص 1 انتهت القضية تاعو، ها عدد وراء الفاصلة، نجو لهنا 1.30 ثم 1.31 ثم 1.32 ثم 1.33 إلى غاية 1.40، ومن بعد تجي 1.30 وتعوض الهيل، راح تسيب هذه القيمة اللي هي 0.فاصل قلنا 203. ثم تعوض 1.31 تعوض الهي مانيش عارفين شحال راح تسيب، مثلا تسيبو بلس، تجي تعوض لهنا مثلا تسيب بلس، تجي تعوض لهنا مثلا تسيب موان، صوت هذا بلس هذا موان، او الفا تاعك وين يجي؟ يجيك الفا تاعك محصور بين 1.32 و 1.33، هذه هي معنى سعته 10 قوة ناقص 2، او الخطوة هي 10 قوة ناقص 2، من لهنا ها مزوجور الفاصلة، هذه كلمة زوجور الفاصلة هي 10 قوى ناقص 2، الخطوة ها 1.32 1.33، هذه هي الخطوة، خطوة هكذا. لو جا وقال 10 قوى ناقص 3، هنا يقول إلى سعته 10 قوى ناقص 3، نجو لهنا ثاني كيف 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 ونخدمو جدول ونبداو ثاني بنفس الفكرة هكذا، باش تفهموا الفكرة هذه باش حتى ما يزيد حتى واحد يسقسي عليها. إكس اف لإكس راح نبدا ب 1.32 هكذا بالصفر، ومن بعد 1.321 شوفوا، ومن بعد 1.322 ثم 1.323 وتهبط إلى غاية 1.33، إذا هنا 2 وتمشي تهبط حتى لهنا وتبدا دائما تدي زوج ورا الفاصلة، هنايا زوج ورا الفاصلة ورا الفاصلة، وراك هابط 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 حتى تلحق له، ومن بعد تبقى تحسب، راك حسي مثلا بليس بليس موا موا، ها الألفا تاعك بين جاي جاي بين 1.321 1.322، هذه هي تنقرا هنا 10 قوى ناقص 3. أرجو قد فهمت الفكرة نتاع سعته، بس الكثير ما يعرفش كلمة هذه السعة، لما يقول السعة ها قاصد فيها. كاين واحد الطريقة أخرى اللي هي طريقة ديكتومي اللي هي تقسيم المجالات، هذيك راهي موجودة في اليوتيوب، اكتبوا
مباراة قيم متوسطة طريقة ديكتومي راني حاط عليها هي تقسيم المجال، نجيب المجال هذا وهذا ونقسمه، نجيب بين زاوية واحد زائد اثنان على اثنان، ونبدأ نخدم فيها ثاني راح تسيبها في الكتيب راني حاطها. وريتكم هذه الطريقة لأن هذه الطريقة فيها حسابات بزاف، طريقة ديكتومي شوية ناقصة الحسابات بصح هذه فيها حسابات بصح تخرجك للسعة. لما يقول مثلا خطوة، خاصة كلمة الخطوة، لما يقول الخطوة لازم تفوت على هذه الطريقة تاع الجدول هذه، باه بين واحد وواحد لازم يكون بيناتهم عدد دور الفاريبل برك. كيما هنا قلنا 1.3 و1.4، معناه ما يجيش 1. مثلا 2 وهنا واصل 7، واصل 7. لو يقول كيما هذاك ما توليش تكزيستي كلمة خطوة حتى تفهم مليح. هذه هي أجمع. يبقى لنا سؤال، يبقى لنا السؤال الأخير. إذا إن شاء الله تكونوا فهمتوا هذه 10 قوى ناقص واحد. عين إشارة اف اكس، هذا ثاني شايع دائما يجي مباراة قيمة متوسطة دائما وراها هذا السؤال تاع عين الإشارة. عين الإشارة هنا أولا عندنا احنا جدول التغير تاعنا كان قبيلة داير هكذا، هكذا تاعنا جدول التغير كان داير، الألفا تاعنا ها هو هنا الفا، كي يكون الفا اف الاكس تكون تكون صفر. شوفوا معايا مليح هنا يا جماعه، لان هنا بسيط، اشاره اف الاكس على ار، هنا راح نخدم جدول بسيط اكس اف اكس من ناقص قلنا ما لا نهايه زائد ما لا نهايه، هاي هنا الفا، الألفا لما ينزل شوف شعال تولي الصورة تاعو، ألفا ينزل تولي اف لي اكس تساوي اف لي اكس تساوي صفر، هاو صفر، شوف هاو صفر، ما فوق الصفر، ما فوق الصفر، هذي راهي فوق الصفر، هاي فوق الصفر، زيد ما أسفل الصفر، يعني هاو صفر، هاو صفر، العدد هذو راهم جايين أسفل منه، راهم هابطين ماهمش طالعين، راهم جايين أسفل، ناقص، نحكم هذي. هذه الإشارة نحكمها نحطها هنا وهذه نحطها هنا، هذا هو جدول الإشارة تاع الدالة اف تاع اف لإكس، جدول الإشارة اف لإكس على ار، ما فوق الصفر موجب، ما أسفل الصفر سالب، ننقلهم هنا وانتهت القضية. هذه هي إن شاء الله تكونوا فهمتوا الفكرة تاع مبرهنة القيم المتوسطة في الحالة العامة وفي الحالة الخاصة، في الحالة العامة على ار، في الحالة الخاصة هذه. وتعلمنا كذلك كيفاش نحصر العدد الفا الى سعه معينه او بخطوه معينه. لما يقول خطوه له قصد يجوز زوج مباشره ورا بعضهم بعض، يعني 0.1 مثلا 0.2 يجوا حنا جانبين 1.3 و1.4، كون زدنا خدمنا الى 10 قوى ناقص 2 نزيد، قلت لكم ثاني نفس السيناريو نصغر في المجال فقط. جماعه نتمنى ان شاء الله استفدتم من هذا الفيديو، سمحوا لي لا تعبتكم، سمحوا لي لا غالب، انا درت اللي عليا وربي راه يشوف. نقول لكم يا جماعه ان شاء الله ربي ينجحكم، ان شاء الله ربي يعني يعطيكم من عنده قوه باش تكملوا المسار الدراسي تاعكم. ما تنسوناش غير بالدعاء لنا بالصحه والعافيه والترحم على الرحم الطاهره، علاه كيعطينا ربي الصحه والستر نقدروا نكملوا معكم فقط. مع تحيات أستاذ نور الدين، ولا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.